السلام عليكم. أنت صباحا يا هذا. يا عم عمت ولا ما عمتش، أنا نفسي ألاقي نقطة مية. أنا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب. من أين أتيت؟ لقد أتيت مشي من الحجاز. أتيت مشي من الحجاز. يجب أن تأكل يا هذا. يا عم إنك تهذي. يا سيدي أنا لا أفهم كلام أمك. أنا أريد أن ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه يعني، بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ يا عم أنت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشيكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، وايه يا عم انت بتعرفوا على ايه ده؟ عمال يا هفلط ده كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس، نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها الساده، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ بتستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى. اللندي اللندي. والآن سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. ايوه اشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سقفة للحبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح، ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص دخل دخل دخل. أما ده شفت بقى سيد الشاعر العظيم تعيان ولا إيه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده روح كاتب المشعرة. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً. هل هناك شعر المسلزيك؟ عذراً تقول لي نسيت اسمي، هبص عفرتك لك وجهك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر، أكتبه ألبسه عندما أكتب الشعر ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم، إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي، ولو نسيت أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده انا ده الدينار الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، ايوجد هنا مصرف صرافه؟ وما هي الصرافه؟ هو الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، ان الصرافه هي عند اليهودي. اليهودي؟
انتوا اللي مؤسسين البنوك انتوا يا كفره. بخم 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 فرحه 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 فرحه. ما هذا الشعر الجديد؟ انه لتطور للقصيده بالفعل. ارايت السجع؟ نعم نعم. أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ لعزة العليلي ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم استوب موشن شوية. انت ايه؟ لماذا انت عامل نفسك فتوات على شويه عيال؟ ولكنك اذا لعبتني ها انا همرمم بك الارض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. ها المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج ايه ده؟ ده احمد مرعي ده ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه يا عم. بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا لا؟ هتشوفني الوقت المخرج هتشوفني؟ خذ هذا. ها ماشي. قضيت على نفسك ايها المسكين. بقولوا لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني صعقت لك. وعمل الخدعة. شوف بص بقى، شفت بس العقاب الميزة بيبقى انتاج مكلف. شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامة. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقول لك إيه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس العقاد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو ما كانش شايفنا. إيه؟ فين؟ أنتوا ميتين ولا إيه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام، تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأعلام، وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عود إلى مكاني. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ ده الفيلم. أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الجبل مع اقترب اقترب
صناعة الشام اقترب، صناعة الشام. مع السلامة عليكم. امتى صباحا يا هاد؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك ابيض ان شاء الله. ها، ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد ام سروالا ام ماذا؟ لا انا عايز يعني حتة جلابية كده، جلابية كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رأيك في هذا؟ ها؟ ما رأيك في هذا؟ هذا؟ انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد الراجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه، من كان. مانيكان ده، ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده. واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه بدور فاخره. على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها بعشرة دنانير فقط. نعم، عشرة درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة باتنين ونص. انزل على السوق الموسكي أو شارع الشواربع هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيرة. ضيحك من هذا طلعت حرب؟ ايه يا دي يخرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي. بس انا هشغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس. ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي، حلو قوي، ماشي، انني كوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا، هديه مني له. حفظتك الالهه. حفظتك محافظه الهديه. ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي. أيوه. من اين تلك الملابس؟ ما دي الشنسات اللي انا بقولك عليها. ده من عندي مول تلعب حرب. انه جيد جدا. عبدالله. وتلك القلاده من تلعب حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوضه. سعيد قطعوضه ده بقى خد من عنده بقى ايه احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوا له. من قطع له؟ اريد ان البس. انتظر. انت يا عم بالراحه يا عم علي. ما هو عبدي، عبدي. ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفه دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. انه اسود وانا ابيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا ما ممكن. ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجوميه. خليكم متواضعين مع الناس ومع كومبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد. تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول. مش يمكن تطلع ميكس مارشال ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف. ما ما خلف. اقترب يا سيد، اقترب. صناعه الشام. ايوه خلعني بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني. بس وشك حلو قوي يا واد والمصحف انت داير والله ربنا هيكرمك. والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك. او المصحف خد بالك انت بس اهتم بوشك. وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. او المصحف ده ما تخافش كروز. كده انا بقيت منهم. نفسي القط الكاميرا. فين؟ فين المخرج بقى؟ المخرج فين؟ فين المخرج بقى؟ عايز اقول بقى؟ فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمه الرحمه الرحمه. السيف المطار، السيف المسنون، والسيف المسموم. ده الساحر يا رجال. يا رجال. مع السلامه عليكم. امتى صباحا يا فتى؟ معلش انا عارف ان انت بتصور، بس هقطع الوهله اللي هي بتجي لك دي. عايز اسال، فين عروس؟ مهروس؟ أين مهروس؟ تقصد هريس ابن أبي المهروس؟ أيوه. أين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال إنه ذاهب لسوق الجواري. وأين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ أيوه. تقصد سوق الجواري؟ أيوه. أين يقع بقى؟ تريدني أن أدلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم. ده بص، مفيش أكتر من الدرينين.
لازم تقول ان احنا بدنا نلم ابو الجدعانة يا عمنا. بس انت وطردنا عن مخرج حد بقى جدعانة قوي. مخرج؟ ايوه خد امسك اهو. والله اثنين ده واثنين نصين. درهم. ايوه. درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل. ان سوق الجواري ايوه خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف، ولن ادعك تمر من امامي قبل ان تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك، ده انت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين اين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى، اللهم نهاري بقى. بماذا بكم ما هذا؟ انه سيف مسموم. ايوه وما هذا؟ انه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويله حربه. ايوه لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندك شيء كذلك؟ كذلك؟ كذلك بتاعه التشفيه كده او حتى حته قرن كده، انا بعز القرن قوي. لكنتك غريبه يا فتى. بكم هذا السنجة؟ إنه سيف. أيوة بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى، كذلك وسفوريا من اللي هي الزغيرة دي، عارفها السفوريا؟ وحاجات للغاز كده بيدوها كده. لازم انت تهود عشان قدر تجر رجل الزبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزة يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. امزاش يا عم الحاج. ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. انا اللمبي صيعن، انا اللمبي صيعن. ده كده اثنين خمسة كده يبقى سبعة تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها اللمبي؟ ابن الجنية ده انت بص هيساعدك في الدور الجاي، هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجة. السيوف، السيف البطار. السيف البطار. يا فين الكاميرات دي؟ يلا الكاميرات فين؟ امسك الحتة دي ولا انا اخد انا الزاوية؟ اهلا احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. انت ايه ده؟ انت بص ده انت عايشه الشخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عمالين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. في الداخل؟ تعال بنت لي حافظة الدور. الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. بس الحكايات هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحة بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده مهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رأيك
هذه خيمتي. أيوة يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلولي. هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زلفن لا تقلق بمبلغ زهيد. زلفن إنها للرجال الأقوياء، الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول لي قريش فهي ليه مكررة في السيناريو كتير. يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو ماذا؟ قريش؟ المفتاح؟ لماذا؟ المفتاح والباب اللي هو انا ورثته دي بعد بجد بقى دي بعد قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي قريش يا نهار اسود وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالقرون. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه ايوه واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل الا انجلي حلاوتك. هو ده بقى بصبح وما الاصباح الا بامثلي. شاعر جميل. بخن جميل هنا. ودول اللي هناك دول كمان دول انهم يقامرون. ساتي لك بالنبيذ المعصق. هنا لا شيء. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتكامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه وحياته ولدك؟ يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك. طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل حماري اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقولي سيدة قريش؟ انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة الحمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي ها اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك خلاص. ومن الناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. أيوة. يبقى دي ايه مولك؟ ها مولك. دي ايه؟ مولك. ودي كتابة. ايوه وانا حطيت فوق واغنيها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو هوبا. انت تقول ايه؟ ملك. اذا انا كتابة. انت هتكسب.
وانت تخسر عشان انت قلت الندو وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب. انا ايضا عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى خلاص، وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق؟ فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق خلاص ماشي. يلا يا عم انت هتختار ايه؟ مولك. مولك خلاص، وانا هختار الكتابة. خلاص مولك وكتابة، وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة، وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب. ماشي؟ هو قال مولك. ماشي؟ اهو. لا والثعبان الطائر ده انت كنت ميزة؟ ملك؟ يا وحي يا وحي. انها كتابة كتابة. لكتك ستة الحمار. هيا 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 اركب علي الحمار. مسد مسد افعل يا رجل. انه ليس حماري، حماري بالخارج. للراجل يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. هاتني سيفي. هات السيف ايوه الحمار. هيا هيا. ايوه اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل تصحبك السلام. تصحبك اللعنه. هيا هيا هيا.